من خلق الله الكون السراق والحرامية والخارجين عن القانون يخافون من الدولة ويشتغلون بالظلمة ويبتعدون عن أنظار الأمن والشرطة، لأن يعرفون إذا طاحوا قبضة القانون ما حد يرحمهم وما حد يرأفوا بحالهم. وعلى هالأساس السراق والحرامية حول العالم دائما يكونون من أشد الناس حذرا وترقبا، وما يخطون خطوة إلا يحسبوا لها ألف حساب. أما عندنا فالموضوع مختلف طبعا، فالسراق والحرامية ينفذون أعمالهم الإجرامية بوضح النهار وأمام أنظار القوات الأمنية وعلى مرأى ومسمع الناس كلهم. شفتوا البارحة شون استولوا على أراضي الناس الآمنين وحاولوا يطردوهم منها بالرغم من امتلاكهم ما يثبت أنه هاي الأراضي تعود لهم من زمن الحكم العثماني. ويمكن لو ما يتدخل السيد حاكم الزاملي ويوقف بوجه هاي العصابات الإجرامية ويمنعهم منها كان انبلعت هاي الأراضي وسفى عليها المي. بقى بس نذكر أنه هاي الأراضي بمنطقة الجادرية، يعني بقلب العاصمة العراقية بغداد، وعلى بعد أمتار معدودة عن المنطقة الخضراء وعن مقار الحكومة العراقية. فشلون ببقية المحافظات اللي صايرة خانجغان وظلمة ودليل هلا؟ وشلون بالناس اللي ما تقدر تتصل بسيد حاكم وبالحنانة وبقية أهل الرحم والمروة حتى ينصفوهم ويخلصوهم من هاي الميليشيات الوقحة اللي استفحل أمرها وماكو رداد يردها؟